فيه باب الترشح أوشك على الانتهاء، أيام قليلة وينتهي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بأوراق الترشيح إلى اللجنة المعنية بالانتخابات الرئاسية، ولكن يعقد الآن اجتماع هام لقادة حزب الوفد للتوافق حول مرشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب. الحزب لا زال لديه 28 نائبا لم يوكلوا أحد من المرشحين ولم يوقعوا على أي توكيلات. من الممكن 20 نائب الآن إذا وافق الحزب على مرشح معين يمكنهم التقدم إلى الانتخابات الرئاسية بهذا المرشح. معنا على الهاتف والذي يحضر الاجتماع الآن السيد الوكيل سليمان وهدان القيادي بحزب الوفد. سيادة الوكيل مساء الخير. أهلا فندم، مساء الخير، أهلا بك. ماذا عن هذا الاجتماع؟ ماذا عما يتردد من معلومات عن أن الوفد قد يتقدم خلال الساعات القادمة بمرشح للانتخابات الرئاسية؟ وفي كان في بعض تواصل مع السادة النواب مجلس النواب وبعض أعضاء الهيئة العليا إن احنا لازم نشارك في العملية السياسية والعملية انتخابات رئيس الجمهورية. فالتقينا بشكل غير رسمي، لكن الكلمة الأولى والأخيرة هي كلمة أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد. هم من يملكوا هذا القرار. احنا عندنا نظام ديمقراطي، عندنا نظام سياسي، و في هيئة عليا يوم السبت طبيعية غير طرائق محددة من سابق، هتكون هي صاحبة القرار في من ترشحه في سباق الرئاسة القادم إن شاء الله. طيب، ترددت أسماء عديدة على أنهم من الممكن أن يختار واحد من بينهم يكون مرشحا للحزب في الانتخابات الرئاسية، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن هذا الأمر؟ والله في بعض أسماء تروح، أنت عارف حزب وفد في داخله وفي أعضاء هيئته العليا وفي عضويته ونائب الرئيس للحزب، أسماء كبيرة جدا جدا وأسماء ليها احترامها وتقديرها من الشارع المصري. كل اللي أقدر أقوله إن شاء الله هيتحسم هذا الكلام يوم السبت إن شاء الله في اجتماع الهيئة العليا، وتكون هي صاحبة القرار وهي اللي تسمي من هو المرشح الحزب في المرحلة القادمة إن شاء الله. ولكن أنت تعرف أن غدا هو آخر يوم في توقيع الكشف الطبي، فلابد أن والله دي بقى يعني في دي إجراءات ممكن يكون مثلا يتقدم من يرغب بأن يعمل كشف طبي، وبعد كده هيبقى القرار برضو راجع إلى الهيئة العليا من عدم هي صاحبة القرار، ولا يملك لا رئيس الحزب ولا أعضاء الحزب الترشح في سباق الرئاسة إلا بقرار من الهيئة العليا لحزب الوفد. هل وارد أن يطرح اسم الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب كمرشح للمنصب الرئاسي؟ بلا شك الدكتور سيد البدوي كزعيم حزب الوفد ومن الأسماء المعروفة لدى الشعب المصري كله، من أرجح ويمكن الأقرب إلى هذا الترشيح. شكرا جزيلا لك وكيل مجلس النواب والقيادي بحزب الوفد الأستاذ سليمان وهدان. كما رأيتم الآن يجتمع قادة حزب الوفد للتحضير لاجتماع الهيئة العليا، وجرى نقاش منذ ساعات حول هذا الأمر وما زال الاجتماع مستمر. طرحت أسماء عديدة، الدكتور سيد البدوي طرح اسمه، السيد هاني سري الدين طرح اسمه، حتى الوكيل سليمان وهدان طرح اسمه، النائب محمد فؤاد طرح اسمه، المهندس ياسر قورة طرح اسمه، وعدد من الأسماء الأخرى القيادات